بيبدأ فيلمنا في مخيم والدون للبنات واللي مدته 8 أسابيع، وبنشوف هالي اللي بتحاول تخرج شنطتها وبتطلب مساعدة من 2 من زمايلها، وبينبهروا لما بيعرفوا إنها من كاليفورنيا فبتعرفهم إنها عايشة مع أبوها هناك، وبيفرحوا لما بيعرفوا إنهم هيبقوا في نفس الغرفة مع بعض، وبتيجي عربية فخمة وبتنزل منها بنت اسمها آني وبتبقى شبه هاري جدا وبتكون جاية مخصوص من لندن علشان المخيم، وبيودعها مارتن رئيس الخدم واللي بتكون علاقته بيها جميلة جدا، وفي تاني يوم بتلعب هالي رياضة المبارزة بالسيف وبيكون مفيش حد قادر يغلبها. فبتتحداها اني وبيلبسوا بدلة الحماية وده اللي بيخلوهم ما يشوفوش بعض، وبيفضلوا يلعبوا بأسلوب جميل لحد ما هالي بتقع في المية بالغلط فبتمد لها اني ايديها علشان تساعدها، ولكن هاري بتوقعها معاها وبعدها بتقول لهم المشرفة يسلموا على بعض، واول ما بيشوفوا بعض بيتصدموا لانهم بيكونوا شكل بعض بالظبط، وبيتفاجئ كل الحضور بالشبه اللي بينهم، ولكن هاري بتفضل تسخر من اني وبتقول لها انها اجمل منها، وبيبقوا هيتخانقوا مع بعض. وفي الليل بتلعب اني كوتشينه وبتقدر انها تغلب كل الموجودين، ولكن بتدخل هاري وبتتحداها وبيبقى الاتفاق ان اللي هيخسر هينط في البحيره، وبتخسر اني في اللعبه وفعلا بتنط في البحيره، ولكنها لما بتطلع بتلاقيهم سرقوا لبسها، وساعتها بتقول اني ان الحرب ابتدت. وفي تاني يوم بترجع هالي مع صاحبتها وبيكونوا تعبانين من التمرين، فبيلاقوا كل حاجتهم موجوده فوق السطح وبيعرفوا ان اني هي اللي عملت كده، فبيروحوا بالليل لغرفه اني وصاحبتها وبيحط لهم مقالب في كل حته حواليهم، وفي الصبح اول ما بتفوق اني بتتفاجئ باللي موجود حواليها، وبيفوق زمايلها وبيقعوا في المقالب اللي هالي حطتها ليهم، وبتبقى هالي بتتفرج عليهم من بره ومبسوطه، ووقتها مديره المخيم بتكون جايه علشان تعمل تفتيش للغرف، فبتحاول هالي تمنعها من الدخول الغرفه وبتقول لها ان في بنت مريضه جوه وان الوضع سيء في الغرفة، ولكن اني بتيجي وبتقولها ان مفيش حد فيهم مريض، وده اللي بيخلي المديرة تدخل وبتقع في المقالب اللي هالي كانت عاملاها لاني، وبسبب كده بتعاقبهم المديرة بانهم يقعدوا هما الاتنين في غرفة العزل وبيفضلوا هما الاتنين طول الليل يضايقوا في بعض، ولكن في الصبح بتحصل رياح قوية وده اللي بيخلي الصور اللي هالي معلقاها تقع، فبتحاول تقفل الشباك ولكنها مش بتعرف، فبتقوم اني علشان تساعدها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبتوري هالي صورة ابوها نيك لاني وبتفضل تقول لها كلام حلو عليه، ولما بتسألها عن والدها بتقول لها اني انها ما شفتوش من يوم ما اتولدت لان ابوها وامها منفصلين، ولما بيسألوا عن تاريخ ميلاد بعض بيتفاجئوا انهم هما الاتنين مولودين في نفس اليوم، ووقت ما بتكون هالي هتخرج علشان تجيب حاجة علشان ياكلوها وهما الاتنين بتسألها اني عن شكل امها، فبتقولها هالي انها ما شفتش امها اليزابيث من يوم ما اتولدت لان ابوها وامها منفصلين، وساعتها بتشك اني وبتبدأ تربط في الاحداث وتقول انها ما عندهاش غير صوره واحده لابوها اللي عمرها ما قابلته وبتكون مقطوعه، وساعتها هاري بتقول انها عندها كمان صوره لامها مقطوعه، ولما بيطلعوا الصور بيتضح ليهم انها صوره واحده، وساعتها بيكتشفوا انهم اخوات وانهم توأم كمان، وبيحضنوا بعض وبيكونوا فرحانين جدا، وفي الليل بيفطروا ويتكلموا مع بعض، وبتقول اني ان السيء في الموضوع ان والديهم ما فكروش يرجعوا لبعض تاني، وبنعرف انهم ما اتجوزوش تاني بعد ما انفصلوا، وساعتها بتيجي فكره لهالي وهي انهم يبدلوا الاماكن مع بعض علشان تقدر هالي تشوف امها واني تشوف أبوها. وبيقولوا انهم لو عملوا كده هيضطروا اهلهم لما يعرفهم انهم يرجعوهم وبكده يتقابلوا، وساعتها هيكون في احتمال انهم يرجعوا لبعض تاني، وفي الصبح بيفضلوا يعرفوا بعض معلومات عن حياتهم علشان محدش يقدر يكشفهم، وبيخلص المخيم وبيتفقوا انهم هيحاولوا يرجعوا اهلهم لبعض تاني وبيودعوا بعض، وبتوصل هالي لمطار لندن وبيقابلها مارتن اللي بيكون مبسوط جدا بشوفته ليها ومش بيلاحظ اي تغيير لانها بتكون عارفه تقلد اني بالظبط، وبتوصل للبيت وبتكون متحمسه جدا علشان تشوف امها، وبتدخل البيت والاول مرة بتشوف جدها وبتسمع صوت امها، واول ما بتشوفها بتجري عليها وبتحضنها وبتكون مبسوطة جدا لدرجة انها بتبكي، وبيجي اتصال لامها من الشغل فبتنزل معاها للمحل بتاعها وبتبقى مبهورة بتصاميم امها، وبعدها بتسألها عن ابوها وبتعرف انهم اتقابلوا اول مرة لما كانوا مسافرين في سفينة رايحة من لندن لنيويورك وتعشوا فيها مع بعض، وبنروح لان اللي بتقابل ابوها لاول مرة وبتحضنه وبتبقى مش مصدقة انها اخيرا شافته، وفي طريقهم للبيت بيستغرب ابوها من طريقة تصرفها معاه، فبتقول له اني انه كان وحشها جدا طول الفترة اللي فاتت، ولما بيوصلوا وبتستقبلها جيسي المربية بتاعتها وبتكون حاسة ان في حاجة اتغيرت فيها، ده غير ان الكلب بتاعهم مرحبش بيها، بعدها بتشوف اني واحدة مع ابوها وبتعرف من جيسي ان اسمها لارا وانها كانت جاية علشان تعمل اعلانات للمزرعة بتاعتهم، ولكنهم ارتبطوا ببعض وهي في المخيم، وبعدها بيعرفها ابوها عليها، ولما بيمشي ابوها بتحاول اني انها تخليها تنفصل عن ابوها وبتقول لها انها مش الوحيدة اللي في حياته وانه كل فترة بيعرفها على واحدة جديدة، ولكن لارا مش بتتأثر بكلامها، فبتتصل اني على هالي علشان تعرفها باللي حصل وبتقول لها انها لازم تقول لامها الحقيقه وتجيبها لان ابوها بيحب واحده، ولكن هالي بترفض لانها بتبقى عاوزه تقضي وقت اطول مع امها، وبتطلب منها تحاول تبوظ علاقه ابوها مع لارا وبتعمل كانها مش سامعاها وبتقفل الخط، وبتروح اني مع ابوها وبياخدوا جوله بالاحصنه، وبيبقى ابوها عاوز يكلمها عن لارا علشان يقول لها عن علاقتهم، فبتجري وبتقول له انهم هيتسابوا، وبتوصل للبيت وبتفضل تقول بصوت عالي ان الموضوع بقى اكبر منها وما تقدرش تتحمله، وساعتها بتظهر جيسي وبتكون سمعتها وبتفضل
تقول لها ان في حاجه غلط من ساعه ما جت، وبتطلب منها تحكي لها، وساعتها بتقرر انها تعترف لها بالحقيقه وبتقول لها انها اني. ووقتها بيوصل نيك للبيت وبيستغرب من تاثر جيسي وهي بتبص لاني، وبتطلب انها تحضنها، وبعدها بتقول انها هتجهز لها اكل ومش بتعرفه حاجه. وبيقعد نيك مع اني وبيعرفها انه عاوز يتجوز لارا، وساعتها بتنفعل اني وبتقول له انه المفروض ما يعملش كده، وبتتكلم فرنسي من غير ما تاخد بالها. فبيستغرب ابوها، ولكنها بتقول له انها تعلمته في المخيم وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتتكلم لارا مع اني وبتحاول تكسبها لصفها، ولكن اني بتقول لها انها عارفه ان ابوها عاوز يتجوزها بسبب جمالها وسنها الصغير، وان السبب الوحيد انها تتجوز واحد اكبر منها بالفرق ده انها طمعانه في ثروته. فساعتها بتبان لارا على حقيقتها وبتقول لها انها مش مهتمه بكلامها، وانهم هيتجوزوا كمان اسبوعين، وانها لو فكرت تبوظ الجوازه هيبقى نهارها مش فايت. وبعدها بتعرف هالي ان اني محتاجاها لما بتشوف رساله في ايد مارتن بيحاول يخبيها منها، فبتروح تكلمها وبتعرف ان ابوهم هيتجوز، وبيقرروا انهم لازم يعترفوا بالحقيقه دلوقتي. ولما بتخلص هالي المكالمه بتتفاجئ ان جدها كان مستنيها بره، فبتقرر تحكي له عن اللي عملوه هي واني، وساعتها بيشجعها انها لازم تقول لامها. وفعلا هالي بتدخل لامها وبتعترف لها انها هالي، وانها قابلت اني في المخيم، وقرروا يبدلوا الاماكن مع بعض. وبتبقى خايفه من رده فعل امها، ولكن اليزابيث بتنبسط جدا وبتعرفها انها دايما كانت بتحبها، ولكن المحكمه هي اللي قررت ان اني تفضل معاها وهالي تروح مع ابوها، وبتوعدها انها لما تقابل ابوها هيلاقوا حل ما يفرقهمش عن بعض تاني. وبتبقى اليزابيث متوتره لانها هتقابل نيك بعد فراق دم 11 سنه، ولكن بتدخل هالي وبتعرفها انها كلمت ابوها وعرفته انهم جايين وانه هيستناهم في الفندق. وبيبقى مارتن عارف انها بتكذب وما عملتش كده، وبسبب توتر اليزابيث بتطلب من مارتن انه يجي معاهم. بعد كده بتكون اني مع ابوها وجيسي في الفندق وبيتعرفوا على عيله لارا، وبتكون اني هي اللي خططت لكده علشان يقابل امها هنا. وبتوصل اليزابيث وبتبقى شربت كتير في الطريق، ولما بتطلع لغرفتها بتفتكر انها نسيت شنطتها فبتروح علشان تجيبها. ووقتها بيكون نيك في الاسانسير وبيتصدم لما بيشوف اليزابيث موجوده في الفندق، وساعتها بتطلع اليزابيث وهي متعصبه، ولكنها لما بتشوف اني وهالي مع بعض بتكون فرحانه جدا، وبتبقى متضايقه لانها شافت نيك مع واحده، وبتعرف انه ما كانش عارف انها جايه وانهم جابوها علشان يمنعوا جوازته، وبتتضايق عليهم وبتقول لهم انها مستحيل ترجع لنيك تاني، وان سبب وجودها هنا انها هتاخد اني وترجع. وبعدها واثناء ما بتشرب اليزابيث عصير بتبقى لارا قاعده جنبها بالصدفه، ولما بتعرف انها اليزابيث مصممه الازياء الشهيره بتقول لها انها من اشد المعجبين ليها، وبتطلب منها تصمم لها فستانها. وفي الوقت ده بيبقى نيك عمال يدور على اليزابيث، ولما بيشوفها من بعيد بيبقى فرحان جدا وبيروح ناحيتها، ولكنه بيبقى متوتر فبيخبط في شخص بالغلط وبيقع في حمام السباحه، وبيخرج منه وبيروح برضه علشان يكلم اليزابيث، وبيتكلموا مع بعض وبيبقوا مستغربين انهم اتقابلوا بالصدفه بعد 11 سنه. ولكن وقتها بتظهر كل من اني وهالي وهما مع بعض وبيعرفوه باللي حصل معاهم وانهم اتقابلوا في المخيم، فبيفرح نيك بمقابلتهم وبيحضن اني وبيقول لها انه مش عاوزها تبعد عنه تاني. وبعدها بيقعد مع اليزابيث وبيتكلموا مع بعض، وبيبقى واضح عليهم انهم لسه بيحبوا بعض. ووقتها بتوصل لارا وبتتصدم لما بتعرف ان هالي ليها اخت توأم، وبتعرف ان امهم هي مصممه مشهوره اليزابيث. وفي الليل بيعملوا لهم البنات مفاجاه وبياخدوهم لنفس السفينه اللي اتعرفوا فيها على بعض اول مره، وبيقعدوا مع بعض. وبنعرف ان سبب انفصالهم ان اليزابيث اتخانقت مع نيك ومشيت وسابته، وبيسالها نيك عن سبب انهم عملوا كده، فبتقول له اليزابيث انهم كانوا صغيرين ودايما مندفعين، وبتقول له انها كانت مستنيه يروح وراها ولكنه ما عملش كده، وعلشان كده ما رجعوش لبعض تاني. وفي تاني يوم بتبقى هتخرج اليزابيث من الفندق علشان ترجع مع اني، ولكن هالي واني بيجوا وبيعرفوهم انهم عاوزين يقضوا في المخيم مع بعض قبل المدرسه، ومش هيقولوا على مين فيهم اني الا بعد ما المخيم يخلص، وبيشترطوا ان نيك واليزابيث يقضوا المخيم معاهم. وبسبب الشبه الكبير ما بينهم بيوافق كل من نيك واليزابيث على شروطهم. بعدها بيجهزوا نفسهم لرحله التخييم، وبتشوفهم لارا وبتبقى متضايقه جدا من اللي هيعملوه، فبتتفق اليزابيث معاها انها تنضم ليهم. ولما بتجهز لارا وبتركب العربيه بتعرفهم اليزابيث انها مش جايه معاهم، وان دي فرصه كويسه انها تتعرف بالبنات، وخصوصا انها تتجوز نيك قريب. واثناء تسلقهم للجبل بتحط هالي توب في شنطه لارا، وبتبقى لارا عطشانه فبتحط لها هالي السحليه على زجاجه الميه بتاعتها، وده اللي بيخليها تترعب وبتبقى متضايقه من المكان، وبتحط لها هالي السحليه على شعرها. ولما بتهددهم لارا انها هي اللي هتتخلص منهم بعد الجواز بيقولوا لها على السحليه اللي على شعرها، وبيبقوا ناويين يبهدلوها. وفي الليل بتطلع كل من اني وهالي من خيمتهم وبيخرجوا لارا وبيرموها بالسرير بتاعها في البحيره. وفي الصبح بتفوق لارا وبتترعب لما بتلاقي نفسها في وسط البحيره وبتقع في الميه، وبتطلع وهي متضايقه وبتقول لنيك انهم بعد ما هيتجوزهم لازم يتخلصوا من البنتين، وبتخيره يا اما هي يا اما بناته، ولكن نيك بدون ما بيتردد بيختار بناته، وده اللي بيجنن لارا. وبعدها بيرجعوا لاليزابيث وبيقول نيك انهم متعاقدين بسبب اللي عملوه، وبيعرف اليزابيث انه انفصل عن لارا. ولما بيتكلم معاها وهم لوحدهم بيكون واضح عليه انه فرحان من اللي حصل. وفي تاني يوم بيودعوا بعض وبتمشي اني مع امها علشان يرجعوا لندن، ولكنهم لما بيوصلوا البيت بيتفاجئوا
فاجئوا بهالي اللي بتقول لهم ان الطيارة اللي ركبتها بتوصل اسرع من الطيارة اللي ركبوها، وبتقول انهم مش هيقدروا يفترقوا عن بعض من تاني. ووقتها بيظهر نيك وبيقول لإليزابيث انه كان غلطان لانه ما راحش وراها من 11 سنة ومش ناوي يكرر الغلطة مرة تانية، وساعتها بتنجح خطة البنات في لم شمل عائلتهم من تاني.